السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد وفي كور جديد. قبل ما نبدأ الكور ديالي غنفكركم أنكم تخليوا لي جاي للفيديو بدون تعليق، كتبوا لي أي حاجة بغيتوها. آخر حاجة عرفتها أنه إذا كومنتاتي 3 ديال المرات فكتساهم أن الفيديو يشوفوا أكبر عدد ممكن من الناس، ياك، وبالخصوص التلاميذ. داكوغ، دونك انا ما كرهتش الفيديو اللي كنتعب عليه وكياخذ ليا وقت بزاف بالمونتاج بالبريباراسيون ديال لو كور بالشرح بكل شيء، ما كرهتش يوصل وينفع لاكبر عدد ممكن من التلاميذ، ومشكورين على هذه المساله هذه. دونك الفيديو اليوم اولا الكور اليوم، ديزولي بعدا غن ما عرفتش كيف غادي يجوز هذا الفيديو، ولكن لتذكيري انني بقى عيانه، بقى مريضه فتره نقاهه، دونك شويه كنحاول انني نجمع لكم الجهد والطاقه انني نشرح لكم الدرس كيف ما خاصو يكون، واخا انا صراحه متشوقه ومتحمسه للشرح. توحشتكم، توحشت القناه، توحشت الصور، توحشت الفيديوهات، توحشت الدروس، امتحانات، ان شاء الله واللي جاي احلى. دونك الفيديو اليوم ولا الكور اليوم لا سورتي جيولوجيك، داكوغ. دونك لا سورتي جيولوجيك هي الخرجه الجيولوجيه، داكوغ. عندي فيديو في القناه ديال لا سورتي جيولوجيك، راه انا كنبريباري هذا الكور وانا مع كنت ديجا كنت ناسياه، انا كنبريباري كنقول هاد المعلومات، انا فايته عامله شي فيديو على هذا الكور هذا. افيكتيفمون لقيت انه كاين كور، كاين فيديو في هذا الكور هذا ومفصله فيه مزيان بالتدقيق داكشي بالعربيه بالشرح، دونك عافاكم رجعوا له وراجعوا فيه. هنا غادي نعطي ملخص داكشي باش ندخل ديريكتومون لاياش لا كارت توبوغرافيك، الخريطه الطوبوغرافيه اللي هي مهمه جدا جدا جدا، فيها بزاف المعلومات خاصكم تكونوا عارفينها. فوالا، يدي راه ماشي مسخين وانما انتيبيوتيك اللي خرج لي هادشي، ما علينا. دونك لا سورتي جيولوجيك، خرجه جيولوجيه، غتسمع خرجه، خرجه كتخرج لشي مقطع ولا شي بلاصه. ايفيكتيفمون راه هي خرجه. اش كنديروا في هاد الخرجه؟ ما كنخرجوش بيكنيك، ما كنخرجوش نتسارى ولا نزهه ولا فسحه، لا 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 لا، هادي كندرسوا فيها شي حاجه. داك نقول لكم بصفه عامه اش كتعني سورتي ايكولوجيك، داكوغ. دونك واحد المنطقه بغيت ندرسها، بغيت ندرس واحد المنطقه. اش كيعني ندرسها؟ ندرس واحد المنطقه انه نعرف مثلا نوع الحيوانات اللي كيتواجدوا فيها، نوع النباتات اللي كيتواجدوا فيها، الهواء ديالها واش رطب، واش فهمتوا فيه، واش كطيح الشتا بزاف ديك البلاصه، واش مشمسه جدا، ونسبه الاضاءه فيها، نسبه الاكسجين، واش فيها شي غاز. مهم هادو هو كندرسوا هذيك المنطقه، التضاريس ديالها، التربه ديالها، نوع التربه، شنو اللي كيصلح. كاميرا بحال يعوجه، شنو اللي كيصلح يتزرع فيها، شنو ما كيصلحش يتزرع فيها، الماء ديالها كيف عامل، واش عذب، واش مالح، واش واش. فوالا، دونك هادي كندرس واحد المنطقه. دونك عجبني واحد التعريف زوين عجبني ونكتبو لكم. دونك لا سورتي جيولوجيك ايت اون كلاس سور لو تيران، سي فري. دونك اون فوا الواحد يسولك اولا شي استاذ يسولك شنو هي لا سورتي جيولوجيك، لا سورتي جيولوجيك ايت اون كلاس دون لو تيران، هو واحد القسم ياك في الميدان، لو تيران في الميدان هو على ارض الواقع، داكوغ. سو ني با بروموناد، هو ماشي واحد الفسحه اولا النزهه كيف ما قلت لكم، مي سي اون لوسون، فهو درس، لوسون فيت دون لو ميليو لوي ميم، درس معمول في هذاك الميدان نفسه، داكوغ. اول حاجه قبل ما نفكر انني نمشي لهاد لا سورتي جيولوجيك خاصني طبعا غنمشي بيد، طبعا ما غنمشيش بيدي يا خويف، غندي معايا لو ماتيريال. دونك شنو هو لو ماتيريال نيسيسير بور لا سورتي جيولوجيك؟ هو المواد، ماتيريال، الادوات، الادوات المناسبه او اللازمه. دونك لا سورتي جيولوجيك نيسيسيت دو ماتيريال كي فاسيليت لو بون ديرولمون دي زاكتيفيتي سور لو تيران، يعني في لا سورتي، في الخرجه الجيولوجيه
غيلزمنا واحد الماتيريال ادوات اللي غيسهلوا علينا المجرى لو بون ديرولمون المجرى ديال الانشطه في داك الميدان. اول حاجه لا كارت توبوغرافيك الخريطه، غتخصني الخريطه وباش غادي نجيب مثلا غادي نمشي لواحد المنطقه في المغرب، راه ما غاديش نجيب خريطه المغرب، راه غادي نجيب خريطه ديال هذيك المنطقه باش نعرف شنو حداها والطرق اللي فيها. داكا دونك هذا قلت لكم باردو قلت لكم لو ماتيريال و لو رول ديالو يعني الدور ديالو. Donc, la carte topographique pour repérer et localiser le lieu de la sortie. باش كتوجه لينا و كتلوكاليزي كتفيكسي لينا كتمركز لينا المكان ديال الخرجة. ثاني حاجة لا لوب، لا لوب هو المكبر المجهري pour faire des observations de détail sur le terrain. التربة ماشي كلشي كيبان لينا بالعين المجردة، دونك ضروري خاصني لا لوب باش انني نشوف الحيوانات المجهريه ولا الحشرات المجهريه اللي ما الحيوانات المجهريه الحشرات المجهريه اللي غيبانوا ليا غير في المجهر. ثالث حاجه لا بوصول، طبعا غنمشي لواحد المنطقه غنبغي غير نصلي ما نعرفش القبله منين، دونك خاصني واحد البوصله لا بوصول بوغ اوريونتي لا كارت باش توجه ليا الخريطه فين هو الشرق الشمال الجنوب شو بقى لي الغرب قلت ياك وانا المهم خاصني لو مارتو. لو مارتو هو المطرقة. علاش غنحتاج هاد المطرقة؟ واخا عندي مثلا عندي واحد الهضبة اولا واحد التل او خاصني ناخذ واحد العينة من داك التربة، والتربة ماشي دائما رطبة، كاينة التربة قاصحة ناشفة وقاصحة، دونك غيخصني مطرقة باش فوالا بوغ كاسي باش نهرس ديك لا غوش يعني الطبقة اكستخير دي مورسو باش نقطعها وناخذ منها دي مورسو جزيئات. حاجه اخر حاجه خصني فلاكون داسيد كلوريدريك، خصني زجاجه ديال الحمض الهيدروليك حمض الهيدروليك. علاش؟ بوغ تيستي لا بريزونس دو كالكار باش نشوف واش كاين وجود الكالكار. داكوغ تفهمات؟ دونك دابا هادي غير مقدمه في 7 دقائق. دابا عاد ندخلوا للصلب الدرس اللي هي لا كارت توبوغرافيك. دونك دوزيام باراغراف في الماركور، دوزيام باراغراف في الكور اللي هي لا كارت توبوغرافيك. انا تنشرح وانا بعدا بعدا تصبره كامله خاصكم ديروا لا سكرين، واخا انا مأكده انكم فوالا مهم انا مأكدة انكم غادي تكونوا كتبتوا الكور عندكم هادشي كله تحفظ، حيت انا ضربت طليلة على الامتحانات ولقيت انه بزاف كيحطوا على لا كارت توبوغرافيك. دونك اول حاجه التعريف ديالها خصو يكون محفوظ بار كور. اش كتعني لا كارت توبوغرافيك؟ دونك لا كارت توبوغرافيك اي اون ريبريزونطاسيون، فهي تمثيل ا اشيل ريدويت لواحد بواحد بواحد السلم اللي هو مختصر او لا مصغر. دابا ثاني حاجه غنشوف هاد ديفينيسيون ما كاملش، ما عرفتش زقلت شي جمله واقيله ولا شي جمل، مهم ما لقيت صراحه شي ديفينيسيون اكزاكت ديال لا كارت توبوغرافيك، المهم ضروري غتكون عندكم في الكور حفظوها. ثاني حاجه غادي نمشيو لي زاليمون دو لا كارت توبوغرافيك. ها هي خريطه عندي داكوغ، دقيقه عاد طاح لي في بالي بلي راه غادي يمكن لي بعدا انا ما كاتبه والو. داكوغ عاد غادي بان لي عاد تفكرت ان في كل مذكره كتكون الخريطه. دونك شنو هما العناصر الاساسيين اللي خاصهم يكونوا في كل خريطه؟ اول حاجه لو نون دو لا كارت. لو نون دو لا كارت هو الاسم ديال الخريطه اللي كيتسمى بلو تيتر. دونك اول حاجه بروميير اليمون هو لو تيتر. دونك وكل اليمون خصك تحفظ الديفينيسيون ديالو. ايه ديفينيسيون ديالو. دونك لو نون دو لا كارت اون ابيل لو نون دو لا كارت سي لو تيتر. داكو دونك مثلا هاد الخريطه هادي ها هي خريطه المغرب كارت دو ماروك. دونك هذا هو لو تيتر، هذا هو العنوان ديال الخريطه. داكو ثاني حاجه لاشيل. شنو هو لاشيل؟ لاشيل هو السلم. داكو
L'échelle, on appelle l'échelle de la carte le rapport, je ne vois, yani, le rapport wa rabit, le rapport entre une distance graphique mesurée sur la carte et celle équivalente sur le réel. Donc, السلم هو داك الرابط ما بين المسافة اللي قست لها على الخريطة وشحال يعني كتساوي المسافة الحقيقية حيت شنو كتعني خريطة دابا هذه خريطة المغرب واش المغرب هو واش هو المغرب في ورقة واش صغير حتى لهاد الدرجة لا هو المغرب كبير ولكن ملي كنجي كنعمل واحد السلم داكوغ دونك يعني السلم بشحال صغرت فوال دونك السلم هنايا نقول لكم السلم فوالا دونك ها هو السلم هنا هو لاشيل فوالا دونك هذا هو السلم اذا بالكم فوالا لاحظوا معايا دونك لاشيل كيتحسب كيمكننا نحسبوه داكوغ دونك لاشيل شنو كيعني اي اشيل هي الدي صغيره على يعني بوتي دي على غروند دي شنو كتعني الدي صغيره هي لا ديستونس سور لا كارت هي المسافه على الخريطه على لا ديستونس سور لو ريال على المسافه على الواقع داكوغ ودائما كيجي عدد كسري كيجي عندي اه الفوق والتحت كيكون عندي رقم دونك مثلا الا قلت لك واحد على خمسين اش كتعني واحد على خمسين يعني واحد سنتيمتر اصلا بجوجهم كيكونوا عندهم نفس الوحده ولا بلو بار تيكونوا بسنتيمتر دونك واحد سنتيمتر هذا سنتيمتر مثلا قلنا واحد على خمسين ياك دونك واحد سنتيمتر على الخريطه راه هي خمسين سنتيمتر على الواقع داكوغ عاد ان شاء الله فيديو خاص غادي نخدم معكم كيفاش يمكن لكم تحسبوا هاد لاشيل ثالث حاجه اولا ثالث اليمون لا ليجوند شنو كتعني لا ليجوند هو المفتاح لا كارت افيت بور ديكريغ لو تيران افيك بريسيزيون لا كارت دارت باش توصف لينا الميدان بالتدقيق شاك كارت اي اكومباني دو ليست دي سين كل خريطه كتكون مرفقه بواحد اللائحه ديال الاشارات امبلوي ديال الاشارات لونسومبل دو سي سين كونسيست لا ليجوند دو لا كارت يعني يعني المجموعه ديال هذوك الرموز اللي كاينين هما اللي كيكونوا ليا المفتاح دونك مثلا على الله تبان هنا حيت صغيره بزاف مهم حيت صغيره بزاف الى بالكم هنا الرموز النجمه هي الكابيتال دو بي يعني العاصمه ديال الدوله دواره وفيها دواره كحله هي شافليو او البروفانس يعني الولايه او العماله دواره بيضاء يعني فيل يعني مدينه خط طويل هو طريق وطنيه يعني غوت يعني طريق وطنيه خط متقطع يعني روتوروت يعني طريق سيار اوتوغوت او كاين عاوتاني ملي كيكون مثلا خط وفيه هكا شي شريطات كتعني انها سكه حديديه داكوغ دونك هذا هو المفتاح هكا باش كيمكن لك المفتاح كيمكن لك انك تقرا لا كارت اخر حاجه ما يمكنش نستافدو من لا كارت توبوغرافيك من غير لوريونطاسيون اللي هي التوجيه اش كتعني لوريونطاسيون لوريونطاسيون هي التوجيه لي 4 بوين كاردينو لي بوين كاردينو شنو عندنا هذه خاصها تكون ضروري محفوظه دائما لا كارت توبوغرافيك كيعطوني ليها واحد الفلاش الفوق داكوغ فلاش الفوق كيدل ليا على ايش كيدل ليا على لو نور الشمال دونك لو نور الشمال لتحت لو سود الجنوب عندي الويست عندي ليست عندي الشرق الويست عندي الغرب داكوغ دونك هادو كاملين يتحفظوا فوالا غادي نحبس هنا طبعا الدرس باقي فيه بزاف ما زعما ما يتفهم
ولكن غندوزو الامتحانات، غنخدم معكم امتحانات، كل امتحان كيفاش يمكن نخدمو اولا نستعملو هادشي كامل. كاين الفقره كذلك ديال لابوصول، ديال البوصله اللي كيفاش كنحطها مع الخريطه باش انها تاورينتيني، توجهني للاتجاهات. فوالا، دونك كنتمنى من قلبي نكون فدتكم من هذا الفيديو. خليو لي في التعاليق ديالكم كيف جاكم الفيديو، كيف جاكم الشرح، كيف جاكم الدرس. نلقاو فيديوهات مقبله ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.